نعم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة المسلسلات الإسلامية في رمضان؟ ما في مسلسلات إسلامية، هذه مسلسلات لهو ولعب وإضحاك، ضياع للوقت، فلا، المسلم ما يضيع وقته خصوصا في رمضان بمشاهدة المسلسلات والتمثيليات، هذا لهو ولعب، وربما فيه باطل، ربما يمثلون أهل العلم وأهل الصلاح أو الصحابة يمثلونهم بمظاهر سيئة ومضحكة، هذا لا يجوز. وما عرف المسلمون هذه التمثيليات إلا لما وردت من الكفار، ففيها تقليد للكفار. نعم.